أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سائل يقول: لدينا دكتور في الكلية يقول لنا ينبغي أن نقنع اليهود والنصارى أن خلافنا معهم ليس عقديا، لأن هذا يزيد شدتهم، لأنهم يعلمون ذلك من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسألوه عن قول النصارى إن الله ثالث ثلاثة، هل هذا ما هو بخلاف عقدي؟ إن الله هو المسيح ابن مريم. اسألوه عن قول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء. اسألوه عن كفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم وجحدهم لرسالته وهم يعلمونها، هل هذا عقدي ولا ما هو بعقدي؟ هؤلاء يريدون يضللون الناس، ومع الأسف إنهم يكونون مدرسين للشباب يلقون عليهم هذه السموم. نعم.